السلام عليكم. فيديو اليوم نتكلم عن عملية ميلا. الفيديو بيكون جزئين. أول جزء من الفيديو بيكون عن تجربة ميلا مع العملية واللي صار معاها، والجزء الثاني من الفيديو بيكون الفرق بين الانتفاخ والركود الجهاز الهضمي. انتم شفتوا الرسمات اللي هنا ورا؟ لا، إذا ما شفتوها الحين بوريكم. انا رسمت هنا، رسمت اللوجو حقي، وهنا رسمت حق اليوتيوب بس زهري مو باحمر. انا رسمت الاثنين، كل الاثنين انا الحالي رسمتها. ايش رايكم، ايه تحت احلى، حق اليوتيوب او اللوجو؟ وقبل ما نبدا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب اذا كنتوا جديدين. يلا نبدا فيديو اليوم. تذكرون فيديو ميلا لما كانت مريضة؟ إذا تذكرونه هنا كانت بداية مرض ميلا. بدأ اليوم إنه نحنا قمنا وبعدين شفنا ميلا مبللة، يعني سوت حمام ونامت عليه وكانت مبللة وباردة. المهم بعدين اتصلنا على البيطري والبيطري قال ما سبتوا تجون، بس يعني بعد 4 ساعات تقدرون. يعني كنا متفترين وخايفين على ميلا، حرام زين يا اخي. هذه صرت بالفيديو عشان تلقون بسرعة اسرع، وعشان تشوفون كيف كان شكلها، حرام يا مسكينة. كنا مغطينا في الفيديو، تقدرون تشوفون كيف اليوم مر، يعني كان صعب اليوم شوي. ثاني يوم كان يوم اجازة ميلا، لما شفناها كانت اوكي في نفس الوقت ومو بأوكي، يعني كان confusion لنا نحنا. بس أختي إلي الآن أعطيتها المهم أختي كانت تعطيها شاهي وتسوي لها مساج، لأنه إلا كانت مو بأوكي بس يعني شوية أوكي، بس يعني أختي إلي الآن سوت كل شيء لازم تسوي. واليوم الثالث بس لما نحسبنا خلاص ميلا بتصير طيبة وكل شيء زين، إيش تتوقعون صار؟ تعبت مرة ثانية. بس أختي ما صبرت، ما كان يعني بغت تعطي شاهي، بس لا خلاص خلينا نديها البيطري عشان يكون كل شيء أحسن. أنا مو مديناها البيطري، بعدين البيطري شاف كذا كل شيء في ميل، عطوها مغذي مسكن ومسهل. المسهل المفروض يخليها تسوي حمام ويخلي كل شيء يعني يبدأ يروح على الطبيعي، بس ما صار هذا الشيء. والمسكن كان يسكن الألم وبدت يعني تقوم شوية انرجيتك، بس كانت اللي مريضة يعني اوكي تحس شوية زين، بس حتى مع المسهل ما سويت حمام فإلا كانت مريضة. اليوم الرابع كان اخر يوم في الاسبوع. اختي في الصبح راحت تسوي لها اشعه، بعدين راحت عند البيطري مره ثانيه لانه الاشعه في عياده ثانيه. البيطري الزين الشاطر شاف الاشعه وقال انه ميلا على طول هذا اليوم هذا الوقت وهذه الدقيقه على طول لازم تسوي عمليه تفريغ المعده. وبعد العمليه ميلا كان لازم نحطها في القفص عشان ما يصير تتحرك كثير ولا تنكز، عشان يعني ما لانه خيط بطنها عشان ما ينفتح، فكانت لازم تكون محبوسه في القفص. بعد العمليه بس كان لازم نعطيها قش ومويه. ميلا ما كانت تبغى تاكل ولا اي شيء، فكان لازم نسوي لها شيء هو اسمه كريتيكال كير. بيطري قال لنا انه لازم نعطيها وعطانا حق الكريتيكال كير. كريتيكال كير هو الاكل الاجباري، يعني هو تحطونه في السرنج بعدين تمسكون اذنبكم تحطونه في فمهم عشان ياكلون. يعني لازم تكونون لطيفين، ما تمسكونهم وتفتحون فمهم وتحطونهم، لا لا لا. في طريقة معينة كيف تأكل أرنبكم بالسرنج. كريتيكال كير يا بس تعطون الأرنب المريض، مو بالأرنب النشيط وياكل قش وكل هذه الأشياء. من تعليمات البيطري، ميلا أول 10 أيام كانت عايشة على القش والكريتيكال كير. بعد 10 أيام جرح ميلا الطاب تقريبا، بس لما فكينا اللصق كان لازم نسوي
غيرها ملابس صغيرة كيوت كان شكلها، وعطينا لبسناها الملابس كان كيوت شكلها، عشان يعني ما يصير تلحسوا، بس الملابس بعض الأحيان تصير ريحتها خايفة، وبعض الأحيان جرب تفسخ الملابس، بس كان كيوت شكلها، كان لازم نلبسها، مو بس كذا نلبسها، بس كان لازم عشان ما تلحس جرحها. ويعني مرت تقريبا 4 شهور على عملية ميلا، بس العملية كانت متعبة، ويعني أختي ما كانت تنام، بس نام 5 دقايق وتقوم الشوية ميلا، يعني كانت متعبة العملية، بس الحمد لله مرة خلاص ما عاد فيها شيء الحمد لله. وقفوا قبل ما نوصل للجزء الثاني، أنا شفت كثير منكم تتفرجوني بس ما تسوون لي سبسكرايب، ليش؟ تشوفونه أحمر طالعونه وتطلعون، خلوا زي هذا زهري، بدل الأحمر يصير رصاصي أضغطوه، بعدين بيطلع لكم إيش تضغطون، تبون يا يكون في الجرس أو لا، أو ولا واحد اضغطوا على الجرس، ولا تنسون بعد اللايك، حتى هذا بيساعدني، وروحوا للإنستغرام حقي وسووا لي فولو، لأنه هناك أحط صور مارلي ميلا وبيلا وباندا وكثير أشياء حلوة تقدر تساعدكم. بعد قبل كم يوم رحت أشتري أشياء الأرانب معكم أنتم، روحوا شوفوا هايلايت تسوق معي في الإنستغرام، إذا ما شفتوا أنا قلت لكم. بعد هناك أسأل الناس يختارون لي فيديو الجاي لي أسويه، فروحوا شوفوا، كتبت أشياء هناك روحوا شوفوها، هنا بيكون الانستغرام حقي، فروحوا شوفوه. Oh, 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 oh